شركة سليمان عبد الداي. انت عارف يا شريف ان رنا بتتدرب تبع الجامعة، والجامعة بتختار اي شركة عشوائي، وشركات سليمان عبد الدايم في كل حتة. يعني دونا عن شركات مصر كلها ما لقيتش غير شركة سليمان عبد الدايم تمرنها عنده؟ مش هو ده اللي حرق دار النشر وكل نسخ الرواية بتاعتي؟ انت عارف يا شريف ان دار النشر ما اتحرقتش، ده كان ماسك كهربا. والحادثة بتاعتي والكومة كان ماسك كهربا برضه؟ في ايه يا شريف بتكلمني كده ليه؟ امال اكلمك ازاي؟ عندك حق، المفروض ما اتكلمش مع واحد زيك. انا خلاص هفسخ الشركه بيني وبينك. كل ده عشان البنت راحت تشتغل في شركه سليمان؟ طب وانت لما اختفيت افتكرناك اتخطفت وسبتنا نضرب اخماس في اسداس، ده كان عادي يعني؟ يعني انت كنت عارف ان انا مخطوف منه وبرضه بعت بنتك له؟ سليمان ده وسخ، ولما ياخد منك اللي هو عايزه هيرميك للكلاب.